مرحبا، أنا شمس من كوريا. إحنا في حلقة ثالثة لتمرين الكتابة والقراءة، ولكن قبل لا أبدأ أريد أن أقول لكم لازم تدرسون من حلقة أولى حتى حلقة رابعة بالصبر، عشان هذه الأربع حلقات سوف تساعدكم على تسهيل دراسة تكوين الجملة. يمكن أنكم تختصرون وقتكم ويمكن تدرسون تكوين الجملة أسهل. طيب أبدأ. اليوم نتعلم أيضا باتشيم، وأكتب هذه الحروف با. هذا تمرين با با تا تا سا سا جا 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 تا تا ها ها سا سا. هذا شوت مستويج سا. وتحت هذه الحروف سأضيف باتشيم بيب بيب. إذا أضفت هذا باتشيم بيب تحت هذه الحروف كيف نقرأ؟ نقرأ من اليسار باب باب pop pop tap tap sap sap chap 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 tap tap hap hap sap sap. بعض يقولون sap hub تب. لا لا لا، بالحروف الكورية نقرأ سب هب هكذا. طيب بعدين حرف آخر يعني بيب، هذا نطقه بي بيب مختلفة عن بيب، ولكن إذا أضفت هذا بيب كباتشيم نفس نطق. من اليسار أقرأ باب باب تب سب. عرفتم؟ لازم تتذكرون. طيب بعدين تمرين، انا اكتب لاب مونستر لاب مونستر لا لاب مع بيب لاب مو مع نيون كباتشيم. بعدين مون سو تو تو لاب مونستر هو يعني من فرقة بانتانسونيوندان. ايضا جاي هوب جاي هوب هو ايضا من بانتانسونيوندان. هو مع بيب هوب. طيب هوب واكتب جاي بعدين اي جاي هوب جاي هوب. طيب بعدين اكتب با و باب، هذا اورس معناه اورس. بعدين ا up يعني أمام. إي إيب إيب هذا فم. وبعدين آخر باتشم، ولكن ستة يعني كثير شوية، بس هذه الحروف الستة يعني إذا تلعب دور باتشم إن نطقهم نفس نطق. كيف؟ سوف أضيف مثلا تيجت أولا، بعدين أقرأ من يسار بات بات تات سات جات تات تات هات سات. وبعدين حرف ثاني هو شيوت، إذا أضفت شيوت كباتشيم نفس النطق. أنا أقرأ من اليسار بات بات تات نفس الشيء، ولكن بعض الأجانب يقرؤون بات بات تات. لا 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 لا، لازم نقرأ مثل بات بات تات. عرفتم؟ طيب حرف الثالث هو تشيوت نفس الشيء، وأقرأ من اليمين يمين سات هات تات تات.
وبعدين تشيوت أضيف تشيوت كباتشيم نفس نطق من اليسار بات بات تات هكذا ومع تيوت نفس الشيء من اليمين أقرأ سات هات تات 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 هكذا ومع سانشيوت آخر شيء سانشيوت كباتشيم نفس نطق طيب أقرأ من اليسار بات بات تات سات عرفتم؟ وبعدين تمرين للكتابة وقراءة أكتب ت بعدين ت مع تيغ ت وأكتب تتا 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 يعني أسمع تتا وبعدين و وأكتب شيوت أوت أوت يعني ملابس بعدين نا مع تيوت نات 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 يعني نهار بعدين أكتب ماذا طيب قو مع تيوت قوت قوت هذا ورد قوت وبعدين ق مع تيوت قد هذا نهاية وبعدين إي أكتب إي بعدين أكتب إت مع سانشوت إت واتا إتا إتا يعني موجود